السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على الستيت اوف ماتر للاي جي. طبعا احنا عارفين ان الماتر فيها ثلاث اشكال، يا اما سوليد او ليكويد او جاز، وكل المواد الموجودة حوالينا بتتكون من بارتكلز. البارتكلز دي هي اللي بتكون المادة، وزي ما قلنا هنا ان احنا عندنا ثلاثة او 3 forms of matter: solid, liquid, gas. طب ايه الاختلاف ما بين 3 forms of matter؟ لو جينا هنا هنشوف انه بالنسبة للسوليد بنلاقي ان الدينستي هاي، والارنجمنت بتاعت البارتكلز كلوزلي باكد ان ريجولار باترن، الموفمنت فايبريت ان فيكسد بوزيشن، ات كان نوت تشينج ذا بوزيشن، اونلي فايبريتنج ان ذا بوزيشن، البارتكل انرجي لو، ولو هنا هنفهمها كده من الفايبريت ان فيكسد بوزيشن، لانه لو هي عندها انرجي عالية كانت بدأت تتحرك وتغير البوزيشن بتاعها، لكن هنا it is vibrating in fixed position. بما انها solid و vibrating in fixed position والانرجي لو، فبقى ليها fixed shape و fixed volume. اوكي، فبنلاقي ده الشكل بتاع السوليد، بنلاقيها backed closely، مربوطة قوي بعضها ببعض و vibrating in position، ما بتتحركش، ما بتقدرش تغير البوزيشن بتاعها لانه الانرجي بتاعها low، عشان كده بقى عندها fixed shape و fixed volume، وبالتالي كمان الدينستي بقت high. اوكي، لو بصينا على الليكويد هنلاقي الليكويد البارتكلز بعيدة شوية عن بعضها، اوكي، وراندوملي ارينجد، فالدنسيتي بتاعته متوسطة ميديم، راندوملي ارينجد زي ما احنا شايفين كده، موف اراوند اتش اذر، مجرد حركة بسيطة حوالين بعض، البارتكلز بتتحرك حركة بسيطة حوالين بعض، سلايدنج اوفر اتش اذر. طبعا عندها انرجي مور، الانرجي مور ذان سوليد، عشان كده بتقدر تتحرك الحركة دي اللي هي السلايدنج اوفر اتش اذر. والليكويد زي ما احنا عارفين بياخد الشيب بتاع الكونتينر، يعني لو عندي فلاسكة هتلاقي الليكويد اخد شكل الفلاسكة، لو عندي سلندر هتلاقي الليكويد اخد شكل السلندر، فهو الشيب بتاعه not fixed، it takes the container shape، لكن الفوليوم بتاعه fixed، ما بيتغيرش الفوليوم بتاعه، لانه انا حطيت هنا 50 ملي ووتر، هم نفسهم لو حطيتهم في فلاسكة برضو 50 ملي، بس الشكل هنا اختلف عن شكلهم في السلندر. اوكي، طب هنيجي للجاز، هنلاقي ان الجاز الدنست بتاعته لو، لانه هو بيتحرك في كل مكان في اتجاهات مختلفة، هنلاقيه برضو randomly arranged زي ما احنا شايفين كده، انه البارتكلز اولا بعيدة قوي عن بعض، freely moving و fast moving كمان. ليه fast moving؟ علشان هي عندها energy اكبر من الليكويد واكبر من السوليد، ف move quickly in all directions. طب ايه اللي خلاها تقدر تتحرك quickly او fast؟ ان هي عندها energy عالي، يبقى low energy خلى البارتكلز moving in position او vibrating in position، cannot change the position عشان الانرجي لو، لما الانرجي زادت شوية
بدأت البارتكلز تقدر تعمل ايه؟ سلايدنج اوفر اتش اذر اور اراوند اتش اذر. زادت اول انرجي فبقى كويكلي موفينج ان اول دايركشن. ونعرف انه الجاز بيملى كل الحيز بتاع يعني الكونتينر. فانت لو عندك بالونه هنا ونفختها كل الاير اللي انت نفخته واخد كل الحيز بتاع ايه البالونه، وما عندهاش فيكسد ايه فوليوم، يبقى نوت فيكسد شيب نوت فيكسد فوليوم هاي انرجي. تمام، يبقى السوليد فيكسد شيب فيكسد فوليوم لو انرجي فايبريتنج ان بوزيشن كلوزلي باكد. ليه؟ لانه كمان انه الاتراكشن فورسز بتوين البارتكلز فيري هاي، فمخليه البارتكلز مش قادره تسيب بعضها وتمشي، والدنست بتاعته عاليه بالسبب ده. الليكويد هنلاقي انه there is little space between the particles can move or sliding over each other لانها عندها energy اكبر شوية من solid، عندها fixed volume وcan take the shape of container. بالنسبة للجاز زي ما قلنا انه no fixed volume no fixed shape، نتيجة انه الانرجي العالية دي فبتتحرك في جميع الاتجاهات، والسبيس الكبيرة اللي ما بين البارتكلز وبعضها مخلية there is no fixed volume، عشان كده انا اقدر اعمل compress للجازس okay لسمولر فوليوم زي الكمبريسد سلندر okay. هنتكلم دلوقتي على الstate changes. احنا عارفين احنا من شوية قلنا انا عندي 3 state of matters solid liquid gas. احيانا solid ممكن تتحول لليكويد والليكويد يتحول لجاز والعكس صحيح، ده اللي بسميه state changes، انه الحالة اللي موجود فيها المادة تتغير. اول حاجة هنتكلم عنها اللي هي الميلتينج. الميلتينج هي ايه؟ الميلتينج هنلاقيها ان هي change of solid change of solid to liquid. يبقى solid transformed to liquid، ده اللي بسميه ايه؟ الميلتينج. طب انا عشان يحصل الميلتينج هنا محتاج ايه؟ محتاج تمبريتشر. ليه؟ لانه عشان يحصل تحول من السوليد للليكويد محتاج ادي البارتكلز اللي هي كلوزلي باكد توجذر سم انرجي تو اوفركم ذا اتراكشن فورس بتوين اتش اذر. ان احنا زي ما عارفين انه الليكويد البارتكلز سلايتلي يو نو فار فروم اتش اذر، فعلشان السوليد يتحول لليكويد محتاج تمبريتشر. التمبريتشر دي هتتحول لايه؟ لكاينيتيك انرجي وتبدا البارتكلز اللي هي كانت كلوزلي اتاتش تو اتش اذر اوفركم الاتراكشن فورس وتبدا تبعد عن بعضها، وهنا هيبدا التحول من السوليد للليكويد، لان انا عطيت البارتكلز انرجي عن طريق الحراره تحولت لكاينيتيك انرجي، بدات البارتكلز دي
تاخد انرجي زياده فبدات تتحرك زياده فبدات تبعد عن بعض فتحولت من الحاله السوليد للحاله الليكويد. اوكي التمبريتشر اللي بتتحول عندها تمبريتشر تحول عندها السوليد لليكويد بسميها ايه؟ بسميها ايه؟ الميلتينج بوينت. ودي مهمة جدا لانه اتش بيور سبستانس هاز ديفينيت ميلتينج بوينت. يبقى هنا انا عندي معلومة مهمة جدا وخطيرة ولازم اخد بالي منها وممكن تيجي في الامتحان. الميلتينج بوينت لكل مادة بيور بتبقى معروفة وثابتة. معنى كده انه لو عندي مادة الميلتينج بوينت بتاعتها اتغيرت معنى كده انه المادة دي نوت بيور. يبقى انا عندي كل ماده معروفه البيور سبستانس من كذا الميلتنج بتاعت البوينت بتاعتها كذا الميلتنج بوينت بتاع السبستانس البيور من كذا ميلتنج بوينت كذا. فاذا لو جبت الماده دي وقست الميلتنج بوينت ولقيت الميلتنج بوينت مش نفس اللي متعارف عليه يبقى اذا الماده دي مش بيور يبقى في سبستانس ثانيه داخله معاها. الحاجة التانية اللي هي البويلينج. البويلينج هنا بقى اللي هو ايه؟ اللي هو ان الليكويد changes into gas. يبقى الليكويد will it change into a gas. زي ما انت بتيجي تسخن مية تبدأ تستنى شوية لحد ما توصل للتمبريتشر بتاعت البويلينج بوينت بعدين تبدأ تبص تلاقي في المية تحولت لفيبر او تبدأ لبخار عند درجة حرارة 100. البويلينج بوينت زي الميلتنج بوينت is definite or specific for each pure liquid. يعني كل liquid ليه definite boiling point. فأي change in boiling point يبقى إذن الليكويد ده مش pure. تمام؟ طب أنا محتاج إيه هنا علشان يحصل البويلينج ويتحول الليكويد لجاز؟ نفس اللي انا كنت محتاجه برضو في الميلتنج. انا محتاج ادي البارتكلز بتاعت الليكويد اللي هي just attached with each other and moving around each other more energy to escape also from the weak attractive او attraction forces. يبقى انا محتاج تمبريتشر يبقى لازم ادي تمبريتشر هيت. الهيت هتتحول برضو لكاينيتيك انرجي دي هتخلي البارتكلز بتاعت الليكويد اوفركم الويك اتراكشن فورسز وتبدأ تعمل ايه؟ تبعد قوي عن بعضها وتبقى ايه؟ هنا fast moving والspaces بقت كبيرة جدا بينها وبين بعض وrandomly moving كمان. اوكي؟
العملية دي هتبدأ تتم لو احنا اخدنا بالنا لما بنيجي نعمل تسخن المية، بتبدأ ب bubbles under السيرفس بتاع الليكويد، تلاقي الليكويد هنا كده وفي بدأت بابلز كده تبدأ تحت السيرفس، وانت ايه ابلاينج الهيت من تحت تبدأ بابلز تحت السيرفس لحد ما توصل للبويلينج بوينت. هيبدأ فيبر ووتر فيبر بقى هنا الليكويد هيبدأ يتحول لجاز اللي هو ايه الفيبر. تمام، يبقى لازم نعرف ان البويلينج بوينت is definite for each pure liquid. محتاج temperature to overcome the attraction force between the liquid particles. طبعا هي the attraction force هنا weak، مش زي السوليد كانت strong. الهيت هنا تحول لكينيتيك انرجي، تبدأ حركة البارتكلز تزيد وتبدأ تبعد جدا عن بعضها وتتحرك بسرعة وتبقى randomly moving. اوكي، يبقى انا هنا لو لاحظت انه عن طريق التمبريتشر عملت لي حولت لي السوليد لليكويد، وبعدين هي برضو التمبريتشر اللي هتحول لي الليكويد لجاز. عملية التحول من سوليد لجاز سميها الميلتينج، وتحول الليكويد لجاز بسميه البويلينج. طب هنتكلم دلوقتي على الفريزنج. ايه هو الفريزنج؟ لما الليكويد يتحول لسوليد، هو ده اللي بسميه ايه فريزنج. يبقى في الفريزنج الليكويد بيتحول لسوليد، ده عكس مين؟ عكس الميلتينج اللي هو كان تحول السوليد لليكويد، كنت بسميه ميلتينج. اوكي، فيبقى هنا عملية الفريزنج هي ريفيرس بروسيس للميلتينج بروسيس. يبقى المفروض هنا الليكويد لوز انرجي، او يعني لوز ثيرمال انرجي عشان يتحول لسوليد، لان احنا لو فاكرين السوليد كان بيحتاج تمبريتشر عشان يتحول لليكويد. يبقى هنا لازم اسخن يبقى فيه هيت تو جين تمبريتشر، فزود الكاينيتيك انرجي بتاعت البارتكلز عشان يتحول السوليد لايه لليكويد. هنا بيحصل الريفيرس او العكس، لوز ثيرمال انرجي عشان يبدا يتحول الليكويد لايه لسوليد. الفريزنج والميلتينج بيحصلوا عند ايه the same temperature. يعني زي ما بلاقي ان الووتر الفريزنج بوينت 0 degree and الميلتينج بوينت
also at 0 degree. وزي ما قلنا قبل كده في الميلتنج بوينت ان هي ديفينيت فور بيور سبستانس، كمان الفريزنج بوينت هي يونيك ل السبستنس. للبيور سبستنس يعني. اوكي. يبقى لو رسمنا دايجرام وقلنا ان الصوليد بيتحول لليكويد، ده بسميه ميلتنج، وده هنا لازم يبقى فيه هيت، مثلث ده يعني هيت. الليكويد عشان تتحول لسوليد ده بسميه ايه؟ الفريزنج. وهنا بحتاج انه يحصل ايه؟ loss of thermal energy. يبقى حاجة كمان انه melting point والfreezing point for pure substance is unique. unique يعني فريدة او حاجة محددة ما بتتغيرش بالنسبة للبيور سابستنس. لو اتغيرت يبقى السابستنس اللي عندك دي مش بيور. تمام؟ يبقى سوليد تحول لليكويد عن طريق الميلتنج، عن طريق الهيتنج، هنا بروسيس اسمها ميلتنج، وبقى عن طريق الهيتنج. الليكويد عشان تعمل الريفيرس بروسيس، الريفيرس بروسيس دي بسميها فريزنج، ودي بتبقى عن طريق loss of thermal energy عشان الليكويد ده يتحول لسوليد. طب هنيجي بعد كده لحاجة تانية اسمها evaporation. الإيفابوريشن دي بتحصل انه الليكويد يتحول لجاز، زي ما انت بتيجي تسخن المية تبدأ فيه بابلز under the surface، وبيبدأ من السيرفس يحصل إيفابوريشن، انه الليكويد هنا يتحول من ليكويد ل فيبر او جاز. كل ما زاد السيرفيس اريا كل ما كان الايفابوريشن اسرع، ومش محتاج تو ابلاي هيت. الهيت هنا هيسرع لي، هيخلي الايفابوريشن مور فاست، لكن الايفابوريشن هيحصل كده كده لانه الليكويد اللي موجود هنا بيعمل ابزورب للسراوندينج هيت، اللي هي السراوندينج surrounding heat، ويبدأ يتحول slowly slowly to gas. و there is no definite
temperature for evaporation. The evaporation هنا بيحصل على range of temperature، على مدى temperature. نقول مثلا انه من 60 لحد 80 هنا بيبدأ يحصل ايه؟ evaporation. الليكويد بيمتص surrounding temperature ويبدأ يتحول لجاز. يبقى عندي temperature لو انا apply heat accelerate just accelerate ال evaporation process. اوكي يبقى هنقول انه ال evaporation doesn't need heat to change liquid to gas. It happens over a range of temperature. مفيش definite temperature ليها. اوكي. والإيفابوريشن كمان occurs at the surface only، مش بتحصل في أي إيه؟ في أي مكان. اوكي. بس دايما الـ evaporation temperature بتكون دايما أقل من الـ boiling point. اوكي. فهي بتبقى ايه؟ low temperature وبتكون أقل من الـ boiling point. طب هنتكلم على الحاجة التانية بعد كده اللي هي الـ condensation. والكوندنسيشن هنا هو بيبقى تحول الجاز لليكويد. ده عكس مين؟ عكس الايفابوريشن. يبقى البروسيس الكوندنسيشن عكس الايفابوريشن. اوكي. طب ايه اللي بيحصل when we cooling the gas؟ الجاز particles will lose energy. لما ال particles بتاعت الجاز losing energy it will start to grouping with each other. والكينيتيك انرجي هنا كينيتيك انرجي هتبقى لو، فيبدا التيرن بتاع الجاز للليكويد. ليه؟ لان البارتكلز لوست ذا هاي انرجي ستارت تو بي مور كلوز تو اتش اذر نتيجه عمليه الكولينج، ويتحول الجاز لليكويد. يبقى الجاز هيتحول لليكويد، ده بسميه كوندنسيشن. الليكويد لو اتحول لجاز بسميه هنا ايه؟ ايفابوريشن. ونفس الحكاية زي ما الـ evaporation بتحصل على range of temperature ملهاش temperature محددة،
عملية الكوندنسيشن كمان بتحصل over a range of temperature. برضو الكوندنسيشن ملهاش definite temperature. يبقى الكوندنسيشن تحول الجاز لليكويد ملهاش definite temperature, بتحصل على range temperature over a range of temperature. الإيفابوريشن تحول الليكويد لجاز وبرضو بيحصل عن طريق انه او over a range of temperature. اوكي طيب كل ال states دي وال changes بتاعتها انتوا تقريبا شفتوها في حياتكم اليومية دايما قابلتوها, لكن الحاجة اللي يمكن انتوا ما قابلتوهاش اللي هي هنتكلم عليها دلوقتي اللي هي بنسميها ايه sublimation. sublimation دي اللي هو تحول السوليد لجاز بدون المرور بليكويد ستيت. معروف ان الليكويد هيتحول السوليد هيتحول لليكويد وبعدين الليكويد يتحول لجاز, لكن انه السوليد يتحول دايركتلي للجاز دي مش موجودة في مواد كتير وبسميها السبليميشن, وبتحصل تقريبا في مادتين اللي هما الايودين والكربون دايوكسيد ايس اللي بسميه دراي ايس. يعني الكربون دايوكسيد ده في منه حاجة اسمها ايه ايس بسميها دراي ايس. ليه دراي ايس؟ لانه هو سوليد بيتحول دايركتلي للجاز من غير ما يمر بحالة الليكويد, فعشان كده بسميه دراي لانه مفيش ليكويد فيز موجودة هنا في النص, عشان كده بسميه دي دراي ايس. طب ممكن كمان الجاز يتحول لسوليد دايركتلي, ممكن, وبسميها برضو يا اما سبليميشن يا اما ايه دي سبليميشن, عكس البروسيس اللي هي ايه سبليميشن انه الجاز يتحول لايه لسوليد. السبليميشن بوينت برضو ايه يونيك to pure substance. اوكي يبقى هنا sublimation is convert of solid to gas without passing through liquid state. الحاجتين المعروفين اللي هو الايودين والكربون دايوكسيد اللي بسميه دراي ايس. ان شاء الله لما يجيني دراي ايس هبقى اوريكم ازاي هو بفيديو ازاي بيتحول دايركتلي من السوليد للجاز ستيت. تمام كده. طب هلخص الكلام اللي قلناه في الفيديو ده انه عندي الميلتنج هو تحول السوليد لليكويد. اوكي وبحتاج انه يكون فيه هيت. تمام. البويلينج
هو تحول الليكويد لجاز، وبرضو بحتاج هنا هيت. او هنفتكر انه الميلتينج بوينت والبويلينج بوينت الاتنين دول يونيك فور بيور سبستنس. بعد كده عندي الفريزنج. اللي هو تحول الليكويد لسوليد. وهنا بيتم ايه؟ بيحصل لوس او لوز اوف انرجي. وبرضو الفريزنج بوينت از يونيك تو بيور سبستنس. بعد كده اتكلمنا على الايفابوريشن. وهو هنا برضو تحول الليكويد لجاز، بس هنا بيفرق عن البويلينج انه ايه؟ نو نيد فور هيت او تمبريتشر. وات هابنز اوفر a range of temperature, not definite temperature زي البويلينج. اوكي. بعد كده عندي كلمنا على الكوندنسيشن. وهنا الكوندنسيشن هو تحول الجاز لليكويد، اللي هو الريفيرس بتاع الايفابوريشن. يبقى كوندنسيشن تحول الجاز لليكويد، وهنا بيتم ايه؟ برضو لوز اوف انرجي. اوكي. وبرضو بتحصل زي الايفابوريشن، ات هابنز over a range of temperature. نيجي لاخر حاجتين اللي كانوا السبليميشن. واللي هو تحول السوليد لي جاز من غير ما يمر بمرحلة الايه؟ الليكويد. سوليد دايركتلي تو جاز. وده بيحصل مع فيو سبستانسز زي الايودين والكربون دايكسايد اللي بسميه الدراي ايس، الثلج الجاف. تمام. اخر حاجة اللي هي الريفيرس بروسيس اوف سبليميشن، واللي بسميها ايه؟ دي سبليميشن، اللي هو عكس السبليميشن. انه الجاز يتحول دايركتلي لسوليد. تمام. هنكتفي بالجزء ده في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. هنكمل بقية
الـ Particulate of Matter Unit. فأرجو إن أنتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل الفيديوهات. وبعد كده بعد ما هنخلص اليونت هنحل إن شاء الله Classified Papers عن اليونت ده. Good luck وأشوفكم إن شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.